أنا إذا قسيت عليك اليوم أو من زمان لا تلومني يا ابني، لأنه هالشي كله لصالحك أنت. أنت صغير وكتير من هالأمور هاي ما بتفهم فيها، لأنه الطيش هو اللي عم يمشيك. اسمعني يا محسن، السيد كمال ما عنده غير هالبنت، وبده عريس يكون ابن أصل وابن ناس وابن عيلة حتى يجوزوا إياها. والسيد كمال بيحبك إلك كتير، بس أنت جحش ما بتفهم. أي لأنه اللي بيحبه سيد كمال حظه بالسماء فوق فوق بالعلالي. على كل حال اسمع ايش رح اقول لك. انا مستعد اتفق معك وارضيك اذا بتقبل تاخذ هالبنت هي. وعد مني لك ما ارفع ايدي عليك ابدا طول عمري. اي ومستعد اسجل نص الدكان باسمك انت. ايه يعني رح تصير شريكي، مو بس ابني، شريكي كمان. فهمت؟ موافق يعني؟ اللي بتريده. الله يرضى عليك يا ابني. احكيلي ليش متلبك اليوم؟ وقتهم لك احكي ولو ابوي خطبان. والله مين هاي؟ زيد. لك مين؟ احكي. زكية بنت سيد كمان. مين؟ والله مين؟ زكية. لك قوم طول بالك يا مراد عم بتغني. لك قال زكية قوم. لا لا لك قوم كبروك. هذا ظلم ظلم. بعدين السيد كمال واحد رجعي انا بعرفه كويس، اصلا كان هو والاستاذ سعيد هيك مشان هذا الموضوع. خيو الاخ انجليزي بالمية مية، هذا واحد طماع وغدار واناني. عم بقول لك واحد رجعي، كني ما سمعت بقصة ابو نعيم. لسه والله لا يهري جلدك هري، بكره بتشوف. حاولت احمد حاولت. لك حاج بقى يا قال حاولت. معقول تتجوز جوازة مصلحة؟ بعدين البنت استغفر الله العظيم يعني ما كويسة ما حلوة، شلون بدك تعيش معها؟ لا تقسى علي غصب عني. شوف ايش سوى ابي. ضربك مو؟ حسبت انك سمعت مشان هيك ما سألتني. يا للهول. لا والله ما سمعت. هذا غير الزرق بجسمي. والله حسبت انه الغجرية هي عاملة في جيك. تفضل. صدق زعلان عليه؟ لك اروح زعل على حالك يا رجل، معقول الحكي؟ يا حيف عليك يا محسين، يا حيف عليك. زكية واخ.